نبدأ بجريدة الصحافة، وفقط نحب نوقف هنا على الصورة اللي اختارتها جريدة الصحافة اليوم في عناوينها. رجعت فيها على تاريخ النكبة 15 مايو 1948، كما اليوم وقت اللي تحولت الحرب الأهلية إلى حرب بين الكيان المحتل والدول العربية، واضطرت فيها العديد من الفلسطينيين إلى النزوح والذهاب نحو مناطق أكثر أمنا. في الصورة نشوفوا أنه جزء منها كان بالأبيض والأسود، وجزء الآخر بالألوان. في الصورة نلقاو عائلة مقسمة، جزء منها الأب وابنته موجودين في الحاضر في 2024، ونفس العائلة جزء الآخر منها موجود في 1948 بالأبيض والأسود، لكن نفس الوضعية، نفس الشيء اللي باقي يصير كيف ما 1948 تاريخ النزوح، و 2024 زاد الفلسطينيين يعيشوا نفس الأوجاع، نفس الوضع وتشتت في العائلات من 1948 حتى 2024. الصحافة اليوم كتبت الموضوع هذا في الصفحة الثالثة، والعنوان كان الأساطير تتساقط في خريف الكيان الصهيوني، طوفان الأقصى يقلب المعادلات في الذكرى 76 لتاريخ النكبة. في الشأن الوطني نقرأ في الصفحة الخامسة، رئيس شبكة مراقبون نافع الحاجي في حوار له مع صحافة اليوم يقول مراجعة شروط الترشح للرئاسية تتطلب مبادرة تشريعية عن البرلمان أو السلطة التنفيذية. في نفس الصفحة وفي موضوع آخر نقرأ في ظل تفاقم الدعوات لإلغاء العقوبة السجنية، هل سيتم التسريع في إصدار قانون الشيك دون رصيد؟ هكذا تسائل الصحافة اليوم. وفي موضوع آخر في الصفحة السابعة نقرأ عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية أيوب الكعبي يؤكد أنه أسعار الأضاحي في متناول الجميع. في أخبار الرياضة نقرأ كاردوزو ليس مدربا دفاعيا، الترجي يسجل أول ثلاثية ويوجه للأهلي رسالة قوية، الأهلي يواصل التحضيرات لمواجهة الترجي، الإصابات هاجس مخيف. ليكلورر المقال نلقاه في الصفحة 16 و17 من الصحافة اليوم. الافتتاحية كانت بعنوان واقعة دار المحامي وضرورة عودة الأمور إلى نصابها، التصعيد لا يخدم أحد. الافتتاحية بقلم منيرة رزقي، وهذه أبرز المواضيع اللي باش نلقاوها اليوم في صحافة اليوم. الصباح لايون اليوم فاقت 6.5 مليار دينار موفى أفريل، قيمة فائدة الديون الخارجية تتجاوز حجم المبالغ المسددة في 2023 بمعدل 12 طنا سنويا. إهدار التونسي للطعام خطر على الأمن الغذائي، عميد المحامين لسنا في حالة عصيان مع الدولة. نقرأ أيضا العنف يتمدد في الوسط المدرسي، تجريم الاعتداء على المربي حل قد يصبح المشكل. بعد وفاة 4 أشخاص بمدنين، القوارص تحصد أرواح 10 مستهلكين منذ بداية السنة. ذي التشرب القوارص معناها يسميوها دونك وبارامون كل مره يرجع الموضوع هذايا هاجر، هذا الشيء اللي لفت للانتباه. ظاهرة تعود بعد 21 عاما، عاصفة مغناطيسية تتسبب في انفجارات شمسية ومخاوف من تداعياتها، آخرها مرسومة الجمعيات مشاريع قوانين لنفس الغرض، فأين التنسيق بين الحكومة والبرلمان؟ استعدادا للأهلي، مدرب الترجي يركز على الكرات الثابتة. احتجاجا على تحكيم الكلاسيكو، النجم يراسل الجامعة والرابطة. أنيس العياري للصباح، ضرورة انقاذ كرتنا من الدخلاء، ومهمة الترجي صعبة أمام الأهلي، النادي الأفريقي دونك صعبة يحطوها بين ظفرين. النادي الأفريقي البنزرتي يجدد ثقته في معز حسن، نادي صفاقس يطعن رسميا في قرار الرابطة. صباح الخير، أمننا الغذائي حبيس اللوبيات، يكتب سفيان إرجب. في الشروق نبدأ بأبرز العناوين وهي المواضيع الرياضية، الترجي يستعد للإطاحة بالأهلي، دخلة عالمية ومنحة ملكية. وفي نفس الموضوع الأهلي يصل الليلة إلى تونس، ويكلو في التدريبات وحظر إعلامي. في الصفحة 19 في المواضيع الشأن القضائي، دعا رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل، عميد المحامين لسنا ضد المحاسبة، ولكن تفاصيل مقال نلقاها في الصفحة 19 من الشروق. تأسيسها وتمويلها، ملف الجمعيات على طاولة الحكومة، نلقاه في الصفحة الثالثة من جريدة الشروق.
في مواضيع أخرى في الصفحة 18 وضمن تحقيقات الشروق نلقاو لقاءات مشبوهة بين رجال أعمال مطلوبين للعدالة ووزير تجارة سابق أسرار سحب الطماطم المعلبة واستهداف الأمن الغذائي. في الشأن العالمي نقرأ القيادي في حركة فتح عباس زكي في حوار له مع شريط الشروق يقول إنه بايدن يقود العدوان على فلسطين وفرنسا تحاول إغراء حزب الله بالمال لوقف هجماته ضد الصهاينة. تفاصيل الحوار نلقاها في الصفحة 7. نبقى أيضا مع شأن العالمي خدمة للصهاينة سيناريو السودان في مصر، المقال نلقاها في الصفحة 5. وفي موضوع آخر في الصفحة 10 نقرأ من مبعوثنا إلى بكين مبعوث الشروق مبادرة صينية طموحة من أجل عالم جديد أفضل. هذه أبرز العناوين اللي باش نلقاها اليوم في جريدة الشروق. Le temps, Nkaula Une, audit des recrutements suspects dans l'administration publique, 432 000 dossiers passés au crible. Ordre national des avocats, le bâtonnier en appelle au président de la République pour remettre les choses en ordre. Gaspillage alimentaire, des chiffres alarmants et toute une mentalité à changer. Nabil Ammar conduit la délégation tunisienne au sommet arabe à Bahreïn. Affaire Einstein-Go, audience reportée au 28 mai. Ouverture d'une enquête sur un réseau de trafic de drogue, réouverture du service de médecine interne à l'hôpital Razi, reportage, conférence internationale des chirurgiens cardiovasculaires à Hammamet, digital et cardiologie, la machine est lancée. نقرأ أيضا اليوم الصباح على UNMTA le temps, le pré-bac, le bac et le post-bac, les sirènes de l'étranger entre pour et contre. Un déficit énergétique de plus de 4 milliards de dinars, comment stopper l'hémorragie, etc. Yusuf Gerfelakeli, Belgesem Bougenna, l'étoile filante de l'art musical authentique. Friada, finale aller, samedi prochain, EST à l'Ahli, 20h, soucis défensifs des uns, tensions internes pour les autres. USM des jeunes aux dents longues. Euro 2024, hormis le capitaine, tout joueur qui parle à l'arbitre risque un carton jaune, prévient l'UEFA. Dédito, toute la douleur de l'occupation dans un poème de Darwish. Génocide à Gaza face aux échecs militaires. L'armée israélienne se déchaîne sur les civils. Second souffle, la résistance réinvestit le nord. Combat intense à Jabalia et à Zeytoun. نتعدوا للمغرب. الافتتاحية كانت بعنوان هل ستدفع التطورات القضائية والسياسية إلى إعادة تشكيل المعارضات. الافتتاحية بقلم حسين العيادي هكذا يتسائل في علاقة بالتطورات الأخيرة. في موضوع آخر نقرأ بقرار من رئيس البرلمان منحة جديدة ب 3000 دينار للنواب، انتقادات تطال القرار وتصفه بالمخالف للقانون. واقعة الاعتداء على دار المحامي العميد حاتم مزيو يدعو رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل. وفي الشأن العالمي وفي الذكرى 76 للنكبة، حرب غزة أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية. وفي علاقة موضوع آخر في علاقة بالهجرة غير النظامية، الاتحاد الأوروبي يقر بشكل نهائي ميثاق الهجرة واللجوء. هذه أبرز العناوين في المغرب اليوم. La presse économie, la presse économie à la une, sécurité, souveraineté alimentaire en Tunisie, l'objectif répondre aux besoins du citoyen par nos propres ressources, la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique, des enjeux stratégiques, les semences locales pour une véritable indépendance, l'entreprise autrement, tourisme, Bizerte mérite mieux, billets, rebond modéré de l'économie, trois questions à moi, associé expert en évaluation. Des politiques économiques et des projets, il est impératif de repenser notre politique de sécurité alimentaire. La presse bide à la une, donc nouvelle mesure sur le régime de privilège fiscal FCR. Les Tunisiens résidant à l'étranger réclament l'accélération de la mesure. Banque mondiale région Ménale, la Banque mondiale disposée à renforcer les liens de coopération avec la Tunisie. Tunisie AMA, la sanction levée. Donc, la Tunisie s'est conformée au code mondial antidopage. La sanction est de ce fait levée. L'AMA a ainsi informé officiellement la partie tunisienne de la régularisation de sa situation.
instance supérieure indépendante des élections, financement des campagnes électorales, les nouvelles règles à suivre, Barrot, une réunion d'urgence pour prendre des mesures, préparatif du 33e sommet arabe à Manama, le ministre des Affaires étrangères conduit la délégation tunisienne. Centre de promotion des exportations, une quinzaine d'entreprises tunisiennes à la conquête du Sénégal. نقراو ايضا ليديتوريال نتاع لا بريس عنوان بروياج دو لانجاج يكتب حما حنشي. سوسيتي باراج لو تو دو رامبليساج نو ديباس با 34% و فيان دو باراتر كيف الجايب دو بحر الرحالي لو مون دي ميرفي. في الرياضة ليغ دي شامبيون لو اس تي انتام سا بريباراسيون بور لا فينال دوفان لالي سو سامدي اراديس ا 20h تو غاي بري بور لو بيغ ماتش لو سي ا ان بلين ليتارجي لو جور او توت ا باسكولي اند مونديال ميسيو 2025 تيراج او سور لو 29 مي Coupe de Tunisie, huitième de finale, un tour en trois actes. L'international Gaza Doha affirme que le territoire ne reçoit aucune aide humanitaire depuis le 9 mai. نمشي احنا tout de suite مع فاصل في برنامجكم موعد الاخبار اخبار السبعة ونص ثم راجعين مع دونك اخبار مع هجر ثم راجعين على best practice على